وأرواح شهدائنا الأبرار، نبعث في هذا اليوم المجيد برسالة: أنتم فخر لنا، وسنظل ما دامت الدنيا نقتدي بكم، أبداً لن ننساكم، وسوف تستمر مصر في سعيها الدائم لتخليد ذكراكم. تكريم الشهداء. والآن يتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكريم أسماء الشهداء. صدق السيد رئيس الجمهورية على منح أسماء شهداء الشرطة الأبرار أوسمة الجمهورية والاستحقاق. أولاً، وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، اسم الشهيد عقيد محمد حسان بركات. تتسلم الوسام والدة الشهيد الدكتورة ميرفت محمد حامد. اسم الشهيد مقدم أحمد محمد الضبيعي. تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة ريهام رضا عبد العظيم. ثانياً، وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة، اسم الشهيد أمين شرطة أول عيد يونس عبد الحميد. تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة كوثر إبراهيم خليفة.
اسم الشهيد مجند محمد عاطف احمد، تتسلم الوسام ارملة الشهيد السيدة اسماء محمد علي. تكريم الضباط. يتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنح عدد من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز تقديرا لعطائهم وإخلاصهم. أولا نوط الامتياز من الطبقة الأولى لواء خالد رفعت محمد قطاع الأمن المركزي.
هند محمد إبراهيم علام، الإدارة العامة لمعاهد معاون الأمن.